يا مساء الصحة والسعادة على كل مشاهدينا في كل مكان حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم طبيب البلد اسلوب الحياة غير الصحي والوجبات السريعة واهمال فكرة اكل الخضار والفاكهة بشكل مستمر للاسف اثر بشكل كبير قوي على صحة المجتمعات وبدأت تظهر مشاكل لا حصر لها بداية من معاناة البنات من مشاكل في البشرة والشعر وظهور مشاكل الذكوره وتاثيرها على حدوث الانجاب بشكل طبيعي. ده غير ارتفاع نسب السمنه المفرطه في العالم ما بين الاطفال والشباب وكبار السن. طيب ايه السبب في فكره الاقبال على الاكل غير الصحي؟ الحقيقه ان السؤال ده جاوبت عليه الدراسه اللي اجرتها الجمعيه الامريكيه للتغذيه. واللي بتقول ان الاستخدام المفرط تخيلوا باللي ايه بقى للهواتف الذكية بيزيد الاقبال على الوجبات السريعة ورصد الباحثين ان استخدام الهواتف الذكية بتسبب في اتباع سلوكيات مختلفة لتناول الاكل بتتعلق بايه بقى بتتعلق بتخطي وجبة الفطار وتناول انواع معينة من الاكل اللي بدورها بتسبب مشاكل صحية للجسم مش بس كده ده كمان أجرى الباحثين دراسة تانية على أكثر من 53 ألف شخص بيستخدموا تليفوناتهم لأكثر من ساعتين يوميا وكانت النتيجة أن الأشخاص دول أكثر عرضة لتناول الوجبات السريعة عن غيرهم من الأشخاص اللي بيستخدموا تليفوناتهم وقت أقل وبما ان الوجبات السريعه بقت وباء منتشر ونتائجها السلبيه كتير عشان كده احنا النهارده في حلقتنا هنناقش النتائج السلبيه اللي بتسببها الوجبات السريعه في زياده الوزن ومشاكل البشره ومشاكل الشعر وامراض الذكوره وغيرها من المشاكل اللي هنناقشها في حلقتنا النهارده. خلال فقرتنا فقراتنا المتنوعه النهارده هنجاوب على اسئله واستفسارات كتير بتهم حضراتكم تابعونا وهنروح فاصل صغير ونرجع تاني نبدا اول فقره. يا مساء والسعادة على كل مشاهدينا في كل مكان وفقره جديده من طبيب البلد. اي زوجين بيواجهوا تاخر في الانجاب بالطرق الطبيعيه بيبداوا يحسوا ببعض التوتر والقلق من فكره الحرمان من الانجاب وده بيكون بشكل واضح اكتر عند السيدات ومن الحلول اللي بيلجأوا ليها هي الحقن المجهري لكن على الرغم من ارتفاع نسب نجاح عمليات الحقن المجهري في مصر واللي وصلت لسبعين في المية ورغم حرص الأزواج الشديد على الالتزام بكل التعليمات الخاصة بإجراءات العملية إلا أنه أحيانا العملية بتفشل للأسف وبتكون أصعب لحظة بتمر على الزوجين هي اللي بتهزهم نفسيا هي أن هم بيتفاجئوا فيها بفشل الحقن المجهري للأسف وبتبدأ الأسئلة اكتر جواهم زي ايه سبب فشل العمليه طب هل كده خلاص مثلا مش هقدر اخلف تاني طب هل لو كررت تجربه الحقن تاني هتفشل برضو دايره مفرغه من الاسئله بتكون نهايتها حاله للاسف من الياس والاحباط بتتمكن من الزوجين في تحقيق حلمهم بانجاب لكن النهارده فقرتنا هتكون عباره عن نقاش حول اسباب فشل الحقن المجهري وازاي نقدر نتجنب حدوث الفشل كل ده واكتر هنعرفه من ضيفي القيمه والقامه العلميه الكبيره دكتور شريف باشا السيف استشاري امراض النساء والتوليد واطفال الانابيب بمراكز سان رايز للخصوبه زميل الكليه الملكيه بانجلترا وزماله الكليه الملكيه للنساء والتوليد بانجلترا وعضو الجمعيه الاوروبيه للتناسل وعلم الاجنه برحب بيكي دكتور من أورنا اهلا منورنا يا دكتور, أهلاً دكتور أهلاً طبيب بيك. البلد أهلاً وسهلاً طبعا يا دكتور زي ما قلنا وزي ما حضرتك دايما بتشوف اكيد عند حضرتك في العياده او في المركز الحالات الكتير اللي بتيجي محبطه بسبب فشل المتكرر للحقن المجهري خلينا نخش في الموضوع على طول ونكسب وقت ونقول ايه هي اسباب الفشل يا دكتور طيب دي كلمه كبيره قوي زي ما انتي قلتي وديت ليها اسباب كثيره جدا وطبعا ده بيكون اكتر حاجه قلق المريض لما بيعمل اختبار الحمل وبعد ما يكون تعبت واخدت حقن وعملت عمليه وغرمت فلوس كتيره تعب مادي وتعب جسماني وتعب نفسي اشد واشد واشد وده اسوا حاجه هو التعب النفسي في الموضوع ده والاحباط اللي بيصابوا به الزوج والزوجه والاهل كلهم صحيح فالمريض لازم ان هو نحاول نوصل ليه بقول كلمه نحاول <applause> إن للأسف مش في كل الأحيان بنقدر نوصل 100% لأسباب الفشل. <applause> أنا هشبهها بحاجة بسيطة وهبتدي في أسباب الفشل. <applause> ولكن أنتِ عندك لو واحدة شابة صغيرة اتجوزت وهي وجوزها في 100% مش كل واحدة بتحمل من أول شهر جواز. <applause> مع إن العلاقة الزوجية منتظمة ما بينهم في وقت التبويض وفي كل شهر. ممكن واحده بتحمل من اول شهر جواز واحده بتحمل من ثاني شهر وواحدة من رابع شهر وخامس شهر فليه واحده حملت من اول شهر واحده نفس الست ممكن تحمل لما تحول مره تانية من خامس او سادس شهر صحيح معناها ان في عوامل او عناصر غير معلومه لينا بتؤثر على انغماس الجنين او استمرار الحملة صحيح وكون انها ما حملتش مره يعني ست لو جت من شهر العسل او اول شهرين ما حملتش مش معناها انها مش هتحمل الشهر اللي وراه فاحنا لازم نشرح للمريض ايه الاسباب على قد ما توصل العلم النهارده. صحيح. العلم توصل لحاجات كتيرة قوي في السنين الاخيره، مم. كنا نجهلها زمان وحصل طفرات رهيبه في خلال الكام سنه الاخيره في هذا المجال ومصر بقت من الدول المميزه في العالم في هذا المجال، حتى بيتريقوا علينا في المؤتمرات بره <applause> بيقولوا لك انتوا تشكوا من انفجار سكاني مم. ومع ذلك عندكم من اميز وحدات مراكز الاخصاب في المنطقه. اللي بنخدم المنطقه كلها الشرق الاوسط وافريقيا والدول العربيه اللي حوالينا طب ده شيء مطمئن يا دكتور طبعاً. جدا ويدعو للأمر. بس احنا اللي يهمنا ان احنا نعرف السبب فاحنا هنقسم مم. الموضوع دي ان دي هتاخد اكثر من حلقه هنتكلم فيها عشان نشرح عشان نشرح باستفاضه بطريقه بسيطه تفهم كل المشاهدين اللي بيسمعونا أوكي. فاحنا قد اكون ان انا ذكرت الحاجات دي في حلقات قبل كده ان انا بشبهها للمريض بنجاح الحقن المجهري زي نجاح الشجرة أو الزرعة أن أنت تزرع زرع صحيح فعلشان نزرع شجرة أو نطلع فاكهة أو خضار طيبة سليمة يبقى أنا محتاج يكون بذرة سليمة محتاج تربة سليمة محتاج شبكة ري مية سليمة محتاج ما يكونش فيه آفات تهاجمها والأهم والأهم اللي اكتشفناه الموسم يعني انت لو عندك كل الحاجات دي كويسه وزرعتي فاكهه صيفيه مثلا زي المانجا، زرعتيها في الشتاء مش هتطلع مش هتطلع وده اللي هنتكلم فيه باستفاضه ان ده اللي كان فايتنا كتير قوي وكان من ضمن الاسباب الفشل المتكرر المحبطه ان مش كل ست بيكون رحمها مستعد في نفس الوقت زي الست التانيه. كل رحم ليه الموسم بتاعه. ده اللي حضرتك شبهته بالتربه بالتربه. فعشان كده فاحنا هنقسمهم يبقى احنا عندنا البذره اللي هي تمثل الجنين والجنين الجنين ده بيعتمد على جوده البويضه وجوده الحيوان المنوي. حلو. عندنا التربه اللي هو الرحم وبطانه الرحم. م. عندنا شبكه الري اللي هي المي الدم اللي بيغذي بطانه الرحم م. فلما بيوصلش كفايه مش هيحصل حمل او يحصل حمل ويحصل اجهاض. م. عندنا الافه اللي بتهاجمنا اللي هي الاجسام المضاده اللي بتهاجم الجنين. فبالتالي بتمنع التصاق الجنين. صحيح. تمام؟ والموسم اللي احنا قلنا عليه لو كل الظروف ماتيه لكن لو زرعت في موسم خطا. الموسم ده اللي هنتكلم عليه ان هو زراعه الجنين في اليوم الخامس ولا الثالث. وفي نفس الوقت في ناس اليوم الخامس بتاعهم مش اليوم الخامس بتاع كل ست ثانيه، الرحم مش جاهز، الرحم بيبقى محتاج يجهز في ست ايام. وفي ناس مم. تانية الرحم محتاج بيجهز بدري في أربعة مم. ايام. فالقاعدة العامة ان الرحم بيكون جاهز للجنين في اليوم الخامس في معظم ستة. الستات في 90% من الستات أوكي. لكن في 10% استثناء بيحتاجوا الموسم بتاعهم بيأخر شويه مم. يوم زياده او يوم اقل مم. وده اللي كان فايتنا سنين طويله ولما الطب توصل لكده قدرنا ان احنا نعمل طفره كبيره قوي في هذا المجال كان احد الاسباب الغير معلومه يطلع. غير معلومه ان هو ما بيسموها اسينكرونايزيشن او عدم توافق ما بين عمر الجنين وعمر بطانه الرحم م. فدي بتبقى واحد سابق الثاني لو واحد سبق الثاني مش هيحصل انغماس تمام؟, تمام فنرجع بقى بالتفصيل ان احنا نتكلم نرجع على جوده الجنين حل. جوده الجنين يبقى عندنا زي ما قلنا بويضه وحيوان منوي م. البويضه اهم حاجه ليها تاثير سلبي وعدونا الاساسي في الخصوبه اللي ما بنقدرش نعالجه هو سن المرأة مم. ده العدو الأساسي لدكاترة دكاترة يعني أنا ما حد بيكلمني في التليفون يقول لي أنا بعت لك حد يهمني أختي مش أقول له أول سؤال بسأله سنها كام سنة أوكي. إن للأسف التأخر في اللجوء إلى الحقن المجهري بيضر بكثيرا لو ست فوق الخمسة وثلاثين سنة مم. لو ست صغيرة لو أخرت سنة اثنين ثلاثة أربعة مش هتفرق لو أصغر من ثلاثين لكن بعد الخمسة وثلاثين سنة كل سنه محسوبه على جوده وعدد البويضات اللي الامراه بتطلعها. عشان المبيض مخزن للبويضات وليس مصنع للحي... للبويضات. أوكي. الخصيه بتطلع حيوانات منويه جديده كل شهرين ثلاثه ولكن المبيض مخزن للبويضات اللي اتولدت بيها فعشان كده نسب الانجاب بتوع اصعب. مم. ونسبة التشوهات في الأجنة بتبقى أعلى كل ما الست تكبر حضرتك بتنصح بعدم التأخير يا دكتور بعدم التأخير بس بالمعقول بالمعقول يعني ما اقولش إن واحده تتجوز النهارده تيجي تعمل تحليل مجهري بعد شهر او اتنين مم. ولكن لو انت بقالك سنين يعني انا كل يوم في العياده ما بيجي لي ناس سنين طويله متجوزين واخدوا جميع منشطات التبويض وجوزي اخذ كل العلاجات اللي في الدنيا وعمل دوالي وهو مش محتاج دوالي واخد فيتامينات وعمل كله ولفوا على الجوامع والكنايس ولفوا على كل حاجة وفي الآخر طب أنت مستنية عشان تعملي حالة مكاري م. دي حقيقة يعني فاهم التأخير في الطب م. القرار المتأخر مثل القرار الخاطئ دائما فعشان كده دولت الناس دي بتضر الناس يقول لك احنا سايبينها اخر حاجه اللي احنا اتعلمناه في انجلترا ان احنا ما كان بيجي لنا المريض كنا بنحط له خطه علاجيه نقول لها احنا هنعمل لك الفحوصات دي لو لقينا كذا اول ثلاث شهور هنديكي منشطات بعد ثلاث شهور هنعمل لك متابعه الت... الاول ثلاث شهور متابعه طبيعيه يبقى كده منشطات لو ما حصلش حمل يبقى حقن مجهري طب حلو يعني في خطه يعني بيبقى علاجيه بيبقى... للمريض يبقى عارفها مم. لكن هنا الخطط دي كلها بتقعد سنين طويله ما بينها طبعا وكل ما تغير الدكتور تبتدي من اول وجديد تاني في الفحوصات فده بيسرق وقت كتير قوي فيبقى احنا قلنا عشان ما نضيعش وقت في النقطه دي يبقى سن المراه مهم جدا حلو التدخين بيأثر سلبيا جدا على جوده البويضه مم. وعلى الحيوانات المنويه مم. واحب الفت نظر حاجه مهمه جدا عشان في دي شائعه دلوقتي مم. السجائر الالكترونيه مم. او التدخين الالكتروني مم. هو اه عشان ما فيهوش ورق ممكن يكون تاثيره مم. اقل ضررا على الرئه اللي هي الفيب دكتور في اصناف ان في انواع كتيره قوي داخله دلوقتي السجائر الكهربائيه والحاجات كده ان هي ماركات كتيره قوي ولكن تأثيرها على الخصوبة سيء جداً جداً أكثر من السجاير العادية إن نسبة النيكوتين فيها أعلى أوكي هو الورق أقل فيها ولكن النيكوتين عالي جداً فالمفهوم إن المرأة أو الراجل اللي بيدخن سجاير إلكترونية إن هو محمي من الضرر بالنسبة للخصوبة فهي بالعكس فهي أسوأ بكثير جداً على جودة الحيوانات المنوية والبويضات معلومة هامه جداً وعادةً السيدات المدخنات بشراها بيطلعوا عدد بويضات اقل وجوده بويضات اوحش بكتير ولا يستجيبوا لتنشيط التبويض فالتدخين سيء جدا للتبويض يبقى احنا قلنا السن والتدخين بالنسبه للمراه. أوكي. نفس الحكايه للراجل طبعا التدخين مضر جدا وعناصر التلوث البيئي بتاثر على الراجل اكتر من الست. يعني التلوث الهرمونات اللي بتترش في الفاكهه والخضار والحاجات كده فبتاثر لا الهرمات الفراغ ده كلام مش مظبوط لكن احنا بنتكلم على المبيدات اللي بتترش على الخضار والفاكهه دي ليها اثر سلبي جدا على كده بقى التدغيم والبوليوشن او التلوث البيئي بيأثر على جوده الحيوانات المنويه لدرجه إن يعني لما بيجي لنا مهندسين من بره بيركبوا اجهزه بتاعه فحص الحيوانات المنويه انا فاكر زمان جت لنا مهندسه من المانيا بتركب جهاز اسمه الام سي اللي بيكبر الحيوانات المنويه مئات الاضعاف عشان نقدر نختار الحيوان المنوي الافضل اللي ما قعدت اسبوع في مصر قالت لك انا ما شفتش كم التشوهات في الحيوانات المنويه دي اللي شفتها في العالم قد اللي شفته في مصر يا خبر. من التلوث البيئي ودي شائعه وبقت اكثر واكثر واكثر وبتزيد مم. جد جديد علينا ان احنا بقينا نفحص تكسير الحامض النووي للحيوان المنوي مم. ده من ضمن اسباب الفشل المتكرر لو نسبه الحيوانات التكسير الحامض اللي هو الدي ان في الحيوان المنوي عاليه جدا ده سبب لفشل متكرر او اجهاض فده لما يكون في فشل متكرر غير ان احنا بنفحص الحيوانات المنويه كويس لازم نعمل اختبار تكسير الحامض النووي بتاع الحيوان المنوي اللي لو طلع عالي لازم فيه علاجات معينه تتاخد قبل ما يعمل الحقن المجهري تاني كويس يبقى احنا كده بنحسن جوده البذره اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بتؤدي الى الجنين. هي. يبقى انا عندي بويضه كويسه وحيوان منوي كويس، استبعدت ان يكون الست عندها مشكله في البويضه والحيوانات المنويه للراجل وبنقدر عن طريق جهاز <applause> الإمس الجديد ان احنا نختار افضل الحيوانات المنويه. طيب ايه تاني ممكن ياثر سلبيا على جوده البويضه؟ هي. طريقه التنشيط يا مين. عشان كده خبره الدكتور والمركز مهمه جدا. هي. نوع الحقن اللي السيده بتاخدها. هي. الجرعات للسيدة بتاخدها نوع الحقنة التفجيرية اللي بتفجر البويضة قياس البويضة أو الحيصلة اللي فيها البويضة إمتى نفجر البويضة؟ إن كل ده لو اتعمل متأخر أو بدري مم. هيطلع لك بيضة يا غير ناضجة يا ناضجة زيادة مم. عشان كده الكده الحقنة التفجيرية اللي بتتاخد لما بتفجر البويضة لو تاخد بجرعة قليلة مم. هتطلع بويضة غير ناضجة اتاخد بجرعة عالية هتعمل فرط تنشيط كنا زمان عشان ما يحصلش فرط تنشيط بعد التنشيط في اخر يومين ثلاثه نقلل جرعات التنشيط فالبيض بيبوظ فتطلع مم البويضه مش مخصبه مم عشان خايفين من ارتشاح المبيض مم دلوقتي في انواع ادويه تانية بنقدر نستخدمها بتمنع ارتشاح المبيض مم فعشان كده طريقه التنشيط اختيار الادويه اختيار الجرعات المناسبه اختيار امتى ندي الحقنه التفجيريه ده مهم جدا يعني السيدات اللي بتاخد منشطات كل ده انا لسه بتكلم في جوده البويضه لسه ما وصلتش لاي مرحله تانية شكلي قلت لك الموضوع هياخد اكتر من حلقه ف طيب يبقى احنا قلنا الدواء الجرعه طريقه الجو... و وامتى نفجر البويضه بعد ما توصل لحجم معين طيب نيجي لمرحله سحب البويضات البويضه بتتاثر جدا بدرجه الحراره مم. لو المكان مش مجهز كويس لو الانبوبه اللي بيتسحب فيها البويضة باردة مش دافية بدرجة حرارة الجسم م. بيحصل شوك صدمة للبيضة يا عشان كده درجة حرارة المعمل اللي بتشتغل فيه القط العمليات المعمل لازم تكون درجة الحرارة ما تقلش عن 25 م. لازم يكون كل حاجة البيضة هتلمسها سواء الأنبوبة اللي بتتسحب أو الطبق اللي بيتحط فيه أو اللي بيتسحب لازم تكون درجة حرارته 37 درجة زي حرارة الجسم سرعه الدكتور اللي بيسحب وسرعه دكتور المعمل اللي بيشوف البويضه ويحطها في الحضانه لو اتاخر هتأثر سلبيا فلما البويضه تضعف هتؤدي الى جنين ضعيف فالجنين ده يا اما ما يلتصقش يا اما يحصل اجهاض منه مم. الناس بتستهي في الحاجات دي تقول لك دي بسيطه ومش فارقه لا يعني ربنا المهندس الاعظم اللي خلق الكون هو الحاجات دي كلها محسوبه البيضه بتتاثر جدا الحيوان المنوي بيقاوم اقوى مم. والجنين اقوى لكن البيضه هشه جدا اي تغير في درجه الحراره او كده فيبقى احنا جينا لنقطه كفاءه المكان استعدادات المكان في قياس درجات الحراره يعني احنا عندنا في ناس دكاتره مخصوصين للكواليتي كنترول للجوده بتقيس درجات الحراره في كل الحضانات في كل الاطباق الاطباق بتتحط في افران قبل السحب بتوصل درجه الحراره 37 قبل كده البويضه بتتسحب في انبوبه في حاجه اسمها سيرمال بلوك كانها جوه جسم المراه يعني انا شطاره ان البويضه ما تحسش انها خرجت بره الجسم من جسم السيده لطبق درجه حرارته 37 لحضانه درجه حرارتها 37 تقعد خمس ايام ترجع لرحم الست فالبويضه كانها ضحكنا عليها ما خرجتش برا الجسم شايفه منتهى الدقه يا دكتور اه فعشان كده الموضوع ده دقيق جدا وفي مجهود عمل كبير قوي ما يعتمدش على شخص واحد بالتاكيد انت محتاجه تيم كبير جدا تيم من الدكاتره دكاتره النساء ودكاتره المعمل ودكاتره كده الكواليتي كنترول وكفاءه قياس الحاجات ديت ديت عارفه لما بتيجي تسافري في طياره بتشوفي الطيار قبل ما يطلع الكابتن بيعمل ايه بيطلع عنده حاجه اسمها تشيك ليست بيجرب كل الاجهزه اللي عنده كل حاجه يعلم عليها م. لو في حاجه مش مظبوطه ما بيطرش م. طبعا فاهمه قصدي عشان كده التنازل عن الحاجات دي كلها اللي بياثر سلبيا فيبقى احنا قلنا مكاف... كفاءه المكان كفاءه المكان برضو ليها في الدكتور المعمل اللي بيحقن الحيوان المنوي م. ان هو, هو بيختار افضل الحيوان المنوي م. وهو بيحقن في الحياه تحت سرعته في الحقن الحيوان المنوي م. تيجي بعد كده لنوعيه الحضانه حضانات اليوم التالت دي انتهت في تاريخ الطب خلاص م. انتهت اللي هي ثنائيه دلوقتي اللي لسه في مراكز بتشتغل بيها معرفش ليه دي كانك انت بتستخدمي دلوقتي شريط الفي اتش اس بتاع الفيديو اللي هو انتهى يا خبر من 20 سنه مم لازم دلوقتي حضانات اليوم الخامس طلعنا اعلى الى حضانات الامبريسكوب الحضانات الذكيه اللي بتحتفظ بالجنين من ساعه ما يدخل لمده خمس ايام من غير ما نطلعه بره فكل دي منظومه لو اي حاجه من دي سلبيه ديفنتلي بتاثر فيبقى احنا كده اتكلمنا على جوده البويضه ازاي ما تتاثرش جوده الحيوان المنوي ازاي الدكتور اللي بيحقن الاتنين بيحتفظ بالجوده بتحطي الجنين في حضانه الامبريسكوب الحضانه الذكيه او المعجزه بنحطها لخمس ايام ونزرعها تمام يبقى احنا كده اتكلمنا على جوده الجنين اللي م. ترجع الى البيضه والحيوان المنوي م. والدكتور والدواء نشوف يعني قد ايه العوامل المؤثره فيه بالتاكيد كتير لو كتير اي حاجه جدا. فيها في النص سقطت م. صحيح. فالدائره كلها وقعت يعني انت البرنامج ده لو مان وقع ولا اللايت سورس ولا مهندس الصوت يعني جوده البرنامج او كفاءته تطلع ايه عندك مهندس صوت كف مهندس اضاءه أصلاً. مخرج آه منتج مذيع لو اي واحد من التيم ده اخل في عمله فالبرنامج كله فشل بالتاكيد طيب آه سعيده جدا بحواري مع حضرتك النهارده وسعيده باسلوب حضرتك اللي دايما بيكون مبسط لمشاهدينا وواضح ان الموضوع كبير ومحتاج دقه ومحتاج خبره كمان وادوات حديثه هنستكمل ان شاء الله باقي اسباب فشل الحقن المجهري في الحلقه الجايه باذن الله يا دكتور اشكرك على وجودك معانا النهارده شكرا كان معنا دكتور شريف باشا السيف استشاري امراض النساء والتوليد واطفال الانابيب بمراكز سان رايز للخصوبه وزميل الكليه الملكيه بانجلترا وزماله الكليه الملكيه للنساء والتوليد بانجلترا وعضو الجمعيه الاوروبيه للتناسل وعلم الاجنه وعضو الجمعيه البريطانيه للخصوبه بشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم وهنطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل فقرات طبيب البلد نايل بحير.